The world as it stands in the palm of our hands, it's our time. فرق عمل بتشتغل ليل ونهار على مدار 24 ساعة وطول أيام الأسبوع لتقديم تجربة مميزة وفريدة لملايين الزوار للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. وهالشي عودتنا عليه دبي دائما بتقديمها التميز والتفرد والجمال لكل الأحداث اللي بتنظم. حوالي 35 ألف موظف من 106 دول يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في كل أرجاء المعرض. موظفين مكاتب وخدمات وإرشادات، طاقم حراسة وأمن، مرشدين لعمليات التنقل والنقل، عناصر شرطة ودفاع مدني وإسعاف، متطوعين من جميع الجنسيات، ومئات عمال النظافة، وأكثر من 15 ألف كاميرا موزعة في كل أرجاء المكان تراقب أدق تفاصيل العمل لتخليكم تعيشوا زيارة استثنائية ما بتنسوها طول عمركم. كل هالعمليات والشغل اللي شفتوه على الأرض وراء جنود يعملون كأسرة واحدة على مدار الساعة لمواجهة كل التحديات اللي ممكن تصير. أنا وأنتو كل زائر تتم معاملته على أنه أهم شخص بهالحدث. غرفة عمليات إكسبو، المكان الذي لا ينام، ورحلة خلف الكواليس. يلا محطتنا الأولى بغرفة عمليات إكسبو راح تكون بمكتب تخطيط العمليات اللي بتم فيه وضع الخطط العامة والتفصيلية اليومية والخطط لعدة أيام قادمة. يعتبر مكتب تخطيط العمليات هو حلقة الوصل بين قطاع العمليات والقطاعات الأخرى المتواجدة في إكسبو 2020 دبي. نحن نركز على أخذ المعلومات من كل القطاعات المتواجدة ونحطها في خطة مفصلة خصيصا لمكتب العمليات، نوصل لهم الخطة في وقت محدد اللي هو الساعة 7 مساء يوميا من قبل بيوم. فهالخطة تعتبر تكون مثل هي overview of the day اللي فيها التفصيل اليومي، اللي هي شو عدد الزيارات، شو الأبنتات، أحدث أبرز الأبنتات الموجودة، شو الأنشطة الموجودة، الفعاليات. وطبعا عندنا بعدين خطة تفصيلية by time، الأشياء الأساسية المتواجدة في هذا اليوم. وعندنا بعد مثلا overlook أو مثل الأيام المستقبلية اللي هي 5 أيام القادمة، شو الأشياء المتواجدة عندنا في الموقع. والله في مركز عمليات إكسبو 2020 دبي نحن نتكون من 4 مراكز رسمية: مركز عمليات شرطة دبي، مركز عمليات تنسيق المواصلات بالتضامن مع هيئة الطرق والمواصلات، مركز عمليات إكسبو 2020، ومركز تنسيق التكنولوجيا اللي عندنا. فنحن يعني يوم بنينا إكسبو 2020 ما بنيناها كفعالية فقط، هي عبارة عن يعني مدينة كاملة وفيها كذا نوع من العمليات: عمليات المدارس، عمليات خدمات البروتوكول، عمليات الفعاليات اللي عندنا، الأجنحة اللي عندنا، وايد أشياء تصير في السايت. فنحن كل هالأمور اتينا حتى نحن نتأكد كقسم مركز عمليات إكسبو 2020 أن نحطها حتى في الموجز الصباحي اللي فيه المشاكل العملية نحن نمر فيها، أبرز الأشياء اللي بتصير اليوم، وبعد وايد من الأمور اللي تفيد العمليات في إكسبو 2020. المنصة الفضية تتكون من صناع القرار في مركز العمليات في إكسبو. نحن في الأيام العادية تكون عندنا أقسام مسؤولين عنها. أنا على سبيل المثال عندي مركز دعي المعارض، عندي عمليات المدارس، عمليات التذاكر، عمليات الأجنحة وإلى آخره. ولكن من نكون على المنصة الفضية خلاص نحن نكون مسؤولين عن الموقع ككل، وليس فقط عن أقسام محددة. أنا شيء لدوم أذكره عن الفرق الميدانية عندنا في إكسبو أنهم عيوننا وأذاننا في الموقع. نحن نعتمد عليهم لأنهم هم اللي يتواصلون مع الزوار بشكل مباشر. فنحن بالنسبة لنا دورنا يكون كإشراف وأيضا كتأكيد أنهم يقدرون يعني يقومون بمهامهم بأتم وجه. عندنا العديد من الفرق الميدانية، ويعني أهم شيء نحن نعطيهم الثقة ونعطيهم وندعمهم قد ما نقدر، وإذا احتاجوا لأي مساعدة ولا احتاجوا لتنسيق على مستوى أكبر هني احنا نتدخل، وحني يعني الموضوع يوصلنا في المنصة الفضية. بمجرد ما يخلص النهار وتغلق بوابات إكسبو 3 تبدأ فرق جديدة بالعمل أثناء الليل للقيام بمهام ليلية مطلوبة منها قبل قدوم صباح اليوم التالي.
طبعا اكسبو ما ينام، اكسبو مثل خليه النحل على طول الوقت شغال. فاحنا اول ما نسكر البيبان ونطلع جميع الزوار يكون عندنا عمليات كثيره تمشي في اكسبو. عندنا عمليات التنظيف، عندنا عمليات مختلفه جدا من عمليات التنظيف، يعني مش عمليه واحده. ننظف الاسطح الارضيه، ممكن ننظف المباني، ننظف مثلا مبنى الوصل، قبه الوصل بالحبال ينزلون ينظفونها كامله، تاخذ حوالي 40 يوم تنظيف. عندنا غير هالشيء عندي إعادة تموين جميع المتاجر، عند إعادة تموين جميع الأماكن اللي تحتاج إعادة تموين، هاي كلها تصير خلال الليل. يرجع كامل مثل ريست نسوي لثاني يوم، عشان ثاني يوم الزائر لما يجي إكسبو يكون واصل كأنه الإكسبو جديد أول يوم فتح. من أهم محاور إكسبو ثلاث محاور رئيسية اللي هي التنقل والفرص والاستدامة. بما أن معارض إكسبو على 170 عام كان منصة لعرض أهم الابتكارات اللي غيرت ملامح العالم اللي احنا عايشينه الحين، فإكسبو دبي 2020 مشى على نفس النهج واستخدم التكنولوجيا في تحقيق أهدافنا في الاستدامة. كيف؟ شو سوينا نحن؟ ربطنا 130 مبنى في إكسبو من خلال 200 ألف جهاز استشعار، واستخدمنا تطبيق مايندسفير بالشراكة مع شريكنا الرئيسي سيمنز. التطبيق هاي يقوم بجمع وتحليل البيانات من الأجهزة الاستشعار السنسرز اللي موجودة على المباني، يعطينا بيانات واضحة عن استهلاكنا للطاقة، استهلاك المياه، وأيضا الانبعاثات الكربونية. وأنظمة المباني الذكية هاي مهمة جدا في الوقت الحالي في المدن الذكية لإدارة مواردها. فيما يخص بإدارة الحشود عندنا أنظمة مختلفة مترابطة، عندنا نظام يساعد على تحديد الحشود المتوافدة أو الموجودة في مكان معين وكثافتها، عندنا أيضا أنظمة بوابات الخروج والدخول، أنظمة التذاكر. الأنظمة هاي جميعها مترابطة مع بعض، نقدم بيانات للفرق الموجودة على أرض الحدث في كيفية إدارة الحشود. إذا مثلا في عدد حشود موجودة في موقع معين، كيفية إدارة الحشود وعمل اللازم. مثلا مثال آخر، إذا وصل عدد الزوار لرقم معين يتم تقليص عدد البقيات الموجودة قطار إكسبو للزوار. فهاي الأنظمة كلها مع بعضها متكاملة تساعد الفرق المختلفة في اتخاذ القرارات اللازمة. وأكيد ما فينا ننسى دور شرطة دبي، العين الساهرة على زوار إكسبو والمشاركين فيه. شرطة دبي عم تتواجد على مدار الساعة لتلقي جميع البلاغات اللي بلغ مدة الاستجابة فيها لمدة دقيقة واحدة داخل المعرض وثلاث دقائق خارج محيط المعرض. من خلال مركز العمليات المشترك بإكسبو اللي يتواجد فيه ممثلين من جميع الجهات الأمنية، سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الاتحادي، وكذلك الجهات المدنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إدارة إكسبو. درسنا موقع إكسبو بشكل مفصل قبل بداية الحدث، وضعنا إيدينا على أهم النقاط وأهم المواقع الحيوية في موقع إكسبو، وقدرنا من خلالها أن نعمل تغطية أمنية بشكل كامل للموقع أثناء إقامة الحدث، إيمانا منا بأهمية الشراكة والتواصل مع جميع الجهات العاملة بداخل موقع إكسبو. شكلنا لجنة التنسيق المشتركة واللي يكونون أعضاءها رؤساء الفرق المعنية، سواء كانت الجهات العسكرية أو حتى الجهات المدنية. تجتمع هذه اللجنة بشكل يومي، يتم استعراض أهم الأحداث اللي جرت في اليوم السابق ويتم اتخاذ القرارات المناسبة فيها، ويتم أيضا استعراض الفعاليات والأحداث خلال الأيام القادمة للاستعداد لها. تم استخدام الأنظمة الذكية والكاميرات التي تعتمد على الذكاء الصناعي في معرض إكسبو 2020، والتي يتم من خلالها تحليل جميع البيانات بشكل تلقائي وإنشاء البلاغات للمختصين ليتم التعامل معها، بحيث يتم متابعتها على مدار الساعة من قبل المعنيين. قمنا
قصص نجاح كتير كبيرة تحققت في إكسبو 2020 دبي، وخاصة في إدارة عمليات النقل. كل شيء مخطط ومنظم ومدروس بأدق التفاصيل لحتى تحصل الزوار على خدمات نقل مريحة وبجودة عالية. طبعا هذا طرق المواصلات تقدم خدمات نقل متكاملة لنقل زوار إكسبو، معرض إكسبو. طبعا تتمثل هي في أهمها والعمود الأساسي هي مترو دبي، ينقل تقريبا 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، كذلك نقل الركاب بواسطة الحافلات النقل العام واللي هي تتمثل بشكل مجاني، سواء من داخل إمارة دبي في 8 محطات ومن خارج إمارة دبي كذلك توجد 8 محطات. إضافة لذلك طبعا إيه دور تنظيم الحركة داخل مركز إكسبو في نقل الزوار داخليا المعرض، في داخل المعرض تنقلهم، ونقل الركاب من المواقف إلى البوابات. طبعا إضافة لذلك يجي دور هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم عملية المواقف اللي تقدر ب 30 ألف موقف داخل المعرض بشكل مباشر ودقيق في تنظيم توزيع الحركة المرورية. طبعا هيئة الطرق والمواصلات عندها خطط في إدارة الحشود تنظيمية داخل معرض إكسبو، وسواء كانت خلال التشغيل أيام الأسبوع الآتية أو خلال المناسبات والفعاليات الهامة فيها، فتوجد خطة موجودة موضوعة لإدارة هذا الحدث وتنظيمها، ويتم توزيع وتحديد أعداد الموارد الأساسية من الحافلات داخل المعرض بشكل متكامل. عن تقريبا خصصنا ما يقارب 138 حافلة تنقل الركاب من أو الزوار من المواقف إلى البوابات الرئيسية، تقريبا عندنا 158 حافلة تنقل الزوار من خارج إكسبو إلى المعرض بشكل دقيق ورحلات مجدولة. إضافة إلى ذلك وجود مراقبين ميدانيين يضمنون الحركة التنظيمية في هذه المواقف وتوزيعهم على البوابات بشكل دقيق. إضافة إلى ذلك طبعا يتم توفير ما يقارب 15 ألف مركبة تاكسي وشركات الليموزين موجودة عند البوابات يدرون الزوار يستخدمون عند الخروج منها بشكل عام. نهاية رحلتنا سألنا الموظفات عن شعورهم لما يخلص وينتهي إكسبو 2020 دبي. أحس أول شيء يعني اللي أنا وايد بزعل عليه ربيعاتي هني، حتى ما أعتبرهم ربيعات، خواتي صدق، يعني هالكثر نحن قريبين من بعض حتى نعرف طبايع بعض. أصعب شيء بيكون إني أنا أودعهم، أودع المكان اللي أنا يعني ترعرعت فيه وبنيناه من الصفر، ها كله ما كان موجود. يوم بيكون صعب علينا كلنا طبعاً، أكيد في دموع بتكون متواجدة هاليوم. أنت تقول 6 شهور كحدث، بس يعني أنا شخصياً كملت هني 9 سنين ونص تقريباً، فبالنسبة لي هذا عمر. اليوم شوية يوم راحة، في نفس اليوم يوم الواحد بس يتذكر الإنجازات اللي سواها ويتذكر الإنجاز اللي دبي حققه، لأنه يعني هذا إنجاز الإمارات وإنجاز دبي وإنجاز جميع فريق العمل اللي عندنا إحنا في إكسبو. هاي فرصة ما بتتكرر، وهذا الميموريز اللي we created الوقت. نحن ما نبغى إكسبو يخلص، لكن حلاوة الإكسبو هي إن هي لست شهور فقط. طبعاً بنشتاق للمكان، بنشتاق للحماس والفرق اللي اشتغلنا مع بعض، وأعتقد ما في أي بيئة عمل أخرى بتكون مشابهة لإكسبو. الضغط العملي اللي شفناه نحن هني في أي مكان ثاني، حتى لو في ضغط عمل بنحس إنه ولا شيء مقارنة بإكسبو. إن هالحلم اللي نحن هالكثر تعبنا لين ما بنيناه، إن نقول مع السلامة، يعني أنت يوم تقولون بنغلق الأبواب، ترى حتى نحن في وايد علاقات يعني ما بتنتهي، بس هل الأمر المعتاد اليومي اللي تشوفون بعض وتسولفون عن بعض وتصيحون عن بعض وتشتكون عن بعض، أحس بكم وايد صعب، أحس بكم وايد صعب. آخ لا إحنا كمشروع كنا متوقعين أن هالمشروع ينتهي، ولكن بيبقى عنا يعني في الذاكرة، هذا شيء أكيد. الجميع هنا مستمتع بما قدمته دبي من تجارب استثنائية للعالم وأحلام تحولت إلى واقع نعيشه.
ستبقى قصص وحكايات إكسبو 2020 دبي ذكرى جميلة تتناقلها الأجيال بين بعضها البعض، عاشتها على أرض التسامح والتعايش على يد فرق جبارة لا تعرف المستحيل.